السلام عليكم متتبعين ديالنا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتوا، داخل المغرب وخارج المغرب. يا مزيان عربنا كمنيت لام، نتمنى تكونوا بخير وعلى جهدي خير. شوية صوتك. المهم المتتبعين ديالنا الاعزاء، المهم اللي كنا وعدناكم باش غادي نديرو لايف لايف كل اليوم خميس، فداكشي علاش دابا درت هذا الفيديو غير قصير باش غادي نقول لكم شنو كاين حتى ما درت اللايف. اسماء كانت مريضه، شي خير الله هادي ما جات نوضه اسماء اليوم، حتى طاحت الخلعة سكينه، ديالو كاينة باش دابا الخلعه نتانا. ديال سكينه نط اسماء، سكينه طاحت لنا، بقات لها شي 10 دقائق تمشي للخدمه ديالها. الله يستر، ما عرفتش علاش طلعت عليها، حتى واحد الحريق. الله يجينا ويجيكم. ديناها للطبيب، دوزنا لها في الطبيب، خرج لها دابا لها واحد ليبره، خرج لها الدواء. جينا للدار، ما بقى حتى دارت ديك ال10 ولا ال11 قل شي حاجه ديال الليل، عاوتاني ما دار لا الدواء حتى شي حاجه، صدقنا في المستعجلات. ايوا هادي هي رجلينا من المستعجلات دابا، داكشي علاش ما درنا لكمش اللايف. وقلنا باش نديرو فيديو قصير باش اي نقول لكم اشنو اي كاين. باش نقول لكم علاش ما درتش اللايف، على قاش وعدتكم كل خميس بقى نديرو اللايف ان شاء الله. فما ربي ما كملش وربي ما قالش امين، وكنطلبوا الشفاء لاسماء سكينه ديالي واسماء وكاع لكل مريض وكل شي واحد كاع اللي دراسو شي حاجه، الله يرحم ربي يعفو عليه. باش اللي كاين المتتبعين ديالي، المهم ما ننساش الوعد ديالنا مع ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله بحول الله. عطيني من ما هنا يلينا لقدام بعدا ان شاء الله، الا كتب ربي و الا مشات الامور مزيان ولا ولينا مزيان، حتى الا ما مشيناش حنا ولا تقديت حضري مهرجان ديال ازرو وضروري داكشي غادي نصور داكشي وتصوري لهم خليه شي موجه شويه. عليا، المهم خليه حنا كنهضروا غير على اللايف. حيت اللايف الا مشينا حتى الخميس ندي. قلت انا كنت قلت الا عرفت نحط ستوري، كنت باغا نحط ستوري مازال ما عرفتش الصراحه. قلت لا حطيت ستوري في يوتيوب نعلمهم، كنت بغيت اي نحطو باش تعلمكم ونعلمهم باش زعما نقول ساعه لهم ما زعما شنو كاين شنو شكون كاين، يسالي كاع، وبغيت ما نقول لهم نساليش حتى زعما شي واحد نخلفو لكم اللايف نهار ان اثنين، شاء الله. فهمتي؟ لا ماشي هادشي اثنين، اللي حتى قلت. الثلاثه الخميس ان شاء دابا الله صافي ما عندنا ما نديرو، حيت تقدو تحطو فيديوهات. ان شاء الله. المهم ايوا شي يكون خير ان شاء الله، وكنتمنى تعذرونا وطلبوا لنا الشفاء والله لكل تا واحد. كنديرو لكم هاد الفيديو في نصاص هاد الليل ايوا وفي صافي، الاجواء ما زويناش واش ما نيت، غير الله هانتم يدير الخير وصافي. الله يشافي الجميع. واش اللي كاين؟ ومهم وسمحوا لينا بزاف، راه عطيناكم الكلمه غير ربي اللي ما كتبش. ايوا كلشي ديال الله الحمد لله، قالك المؤمن الموعد الجاي يوصي ان شاء الله، ماشي، من كل جات من عند ربي مرحبا به. ما تابعوا نحن الفيديوهات ديالنا الجاي ان شاء الله، ودعيوا لنا بالشفاء ولجميع المسلمين، و لايف الجاي ان شاء الله. ان شاء الله سلام.